مساء الخير على كل مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جمعنا لكم طبعا كل الأخبار اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي زي ما عودناكم دايما هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. أحمد سعد ونانسي يتألقون في حفل العالمين. فيلم باربي يثير الجدل. هاني عادل يتصدر الترند فيلم مع جاكي شان وجون سينا. لسه مهرجان العالمين متصدر الترند، وده بعد أكتر من حفلة اتعملوا في الويكند اللي فات وقدروا إن هم يحققوا نجاح كبير جدا. الحفلة الأولى كانت يوم الخميس اللي فات وأحياها أحمد سعد، وقدرت إنها تحقق نجاح كبير وحضور جماهيري ضخم، وشهدت حضور زوجته عليا بسيوني وابنته الكبرى عليا، كما حضر أيضا شقيقه عمرو سعد وعدد من الفنانين. أما حفلات يوم الجمعة فهي كمان حققت نجاح كبير جدا، وشفنا كلنا ليلة لبنانية بامتياز، وده من خلال الحفلة اللي شارك فيها نانسي عجرم وراغب علامة، ورفعت الحفلة شعار كامل العدد وحققت طبعا نجاح كبير جدا، وشفنا عدد كبير من الفيديوز الخاصة بيها منتشرة على كل السوشيال ميديا. ومن المقرر أننا نشوف في مهرجان العالمين عدد كبير من الحفلات الفترة اللي جاية لعدد كبير من الفنانين زي إليسا وعمر خيرت، محمد منير، حميد الشاعري، تامر عاشور، وغيرها كتير من المفاجآت. فيلم باربي واللي صدر من أيام قليلة جدا وقدر أنه يتصدر الترند وبقى حديث الناس على السوشيال ميديا، والحقيقة أنه الفيلم خلق برضو حالة غير طبيعية في العالم كله، لدرجة أنه كتير من الصحف العالمية قالت أنه الملابس النسائية باللون البينك وخصوصا الفساتين اختفت تماما من الأسواق، وده للإقبال الكبير عليها بسبب الفيلم. والفيلم قدر لحد دلوقتي انه يحقق ايرادات خرافيه اتعدت ال 200 مليون دولار في الايام الاولى من عرضه. مش بس كده، ده كمان الجمله الشهيره من الفيلم هاي باربي اللي اتصدرت الترند بشكل كبير وبقت تقريبا بتستخدم في كل وسائل التواصل الاجتماعي. المشكله انه رغم النجاح الكبير للفيلم الا ان الفيلم توجه له طبعا انتقادات كبيره جدا، وصلت لدرجه المطالبات بمنع عرضه في كتير من الدول العربيه، وده لاكثر من سبب، منها طبعا انه بيروج لافكار لا تناسب الاطفال، بالاضافه لانه بينفي قيم الايمان والترابط وروح الاسره. وده اللي خلى رجل اعمال ايلون ماسك يكتب تويته ينتقد فيها الفيلم ويقول انه بيحمل اجنده مناهضه للانسان. وصف الفيلم رغم نجاحه الساحق امام شباك التذاكر بانه يناهض حريه التعبير. الفنان هاني عادل وفيلم هيدن سترايك او الضربه الخفيه اتصدروا الترند الاسبوع ده، وده بعد دقائق قليله جدا من عرض الفيلم على واحد من المنصات الشهيره. الفيلم بيشارك في بطولته هاني عادل اللي جوار نجوم كبار جدا وهما جاكي شان وكمان جون سينا، وطبعا كانت مشاركه هاني عادل في عمل عالمي مهم زي ده من اهم الاسباب اللي خليته طبعا يتصدر الترند. عايزه برضو اقول لكم ان البرومو بتاع الفيلم واللي تم طرحه من شهر تقريبا قدر انه يحقق اكتر من 5 مليون مشاهده حول العالم. وقصه الفيلم بتدور حوالين 2 جنود سابقين بالقوات الخاصه الامريكيه بيرجعوا عشان يخرجوا مجموعه من المدنيين من الصين من بغداد، وده عن طريق اسمه طريق الموت السريع، عشان طبعا يوصلوهم لبر الامان ويحافظوا على ارواحهم. الفيلم وصلت ميزانيته ل 80 مليون دولار وبيشارك في بطولته عدد كبير جدا من النجوم العالميين. من اكتر الموضوعات اللي شغله الناس حاليا على السوشيال ميديا هو موضوع ترشيد الكهرباء، وهنا عايزه اوضح انه تقريبا موضوع ترشيد الكهرباء من المواطنين ده موضوع متعارف عليه جدا في كل البلاد الكبيره والمتقدمه، وبالمناسبه الناس بتعمل ده بنفسها في العادي من غير ما يكون في انقطاع للكهرباء او يكون في اي شيء. يعني باختصار كده الموضوع بقى اسلوب حياه بالنسبه لهم. وبما ان الموضوع ده بقى شاغل بال ناس كتير، ولقينا كتير من الناس بيسالوا على السوشيال ميديا ازاي نقدر يا جماعه نرشد الكهرباء، هل في اي اساليب او افكار ممكن تساعدنا ان ده يبقى فعلا اسلوب حياتنا بشكل عام؟ فقررنا اننا نتكلم النهارده عن الموضوع ده ونشوف معاكم ازاي نقدر نخلي ترشيد الكهرباء اسلوب حياه بالنسبه لينا. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي مداخله مع الدكتور حافظ السلماوي استاذ هندسه الطاقه. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك كده ازاي نقدر نرشد الكهرباء ويبقى ده هو اسلوب حياتنا اليومي؟ هو طبعا في الترشيد بينقسم الى جزئين، جزء خاص بالقطاع المنزلي وده له اجراءات معينه، وفي الترشيد بالقطاعات الاخرى زي القطاعات الصناعيه والتجاريه والزراعيه والمرافق العامه. بالنسبه للقطاع المنزلي احنا في عندنا 5 اجهزه رئيسيه هي اللي
بتستهلك الكهرباء في البيت: التلفزيون والريسيفر، الثلاجات، السخانات، الإضاءة، التكييف للي عنده تكييف. مظبوط. طبعا في أجهزة أخرى زي الغسالات وزي المراوح وأدوات المطبخ الأخرى أو الأدوات المنزلية الأخرى، المكنسة، المكوى وما إلى ذلك، إنما دول وزنهم، إنما الخمسة الكبار هم اللي قلنا عليهم. أوكي. كل واحدة من دول لهم أهمية في عملية الترشيد. فطبعا بالنسبة للتلفزيون وللريسيفر، مؤكد ان احنا لا نترك تلفزيون شغال دون وجود حد بيتفرج عليه. مظبوط. يفضل ايضا اذا كان لمده طويله هيترك التلفزيون والريسيفر ان احنا نفصله بدل ما نسيبه على الستاند باي اللي هي علشان نشغله بالريموت في اي وقت. ده يفضل. طبعا في بقى اجراء اللي عنده تلفزيون من القديم اللي هو كان بيشتغل زمان بالانبوبه الكاثود اللي هي الشاشه القديمه ديت، طبعا دي التلفزيونات القديمه دي بتستهلك يمكن من 3 إلى 4 مرات استهلاك التلفزيونات الجديده اللي هي بالشاشه ال سي دي. بس ده يعني على المدى البعيد. اذا اتكلمنا على الثلاجات، مهم جدا في الثلاجات ان تكون في مكان جيد التهويه، ان يكون الاطار بتاع الثلاجه الكاوتش بتاع الباب بتاعها سليم والباب مش معوج او حاجه زي كده، ان اذا كانت الثلاجه من النوع اللي ما بيحصلش فيها اوتوماتيك ديفروست يبقى لازم اعمل لها ديفروست انا كل اسبوع او 15 يوم على الاكثر، لان تراكم الثلج داخل الثلاجه بيخليها ما تسقعش كويس فيخلي الثلاجه تفضل شغاله لمدد اطول. وعلى فكره الازمه اللي احنا بنواجهها وزياده الاستهلاك مش فقط في التكييف ولكن ايضا في الثلاجات، اللي انا نعلم ان مصر فيها حوالي فوق 26 مليون ثلاج، فبالتالي دول لو زاد عدد ساعات تشغيلهم نتيجه للحر الزايد، نتيجه ان احنا مش حاطين ثلاجه في مكان كويس، نتيجه ان احنا بنفتحها ونقفلها كتير او بنفتحها ونقعد نفكر هنعمل ايه، كل دي اجراءات بتؤثر جدا على استهلاك الثلاجات. فده بالنسبه ناحيه الثلاجات. سخانات المياه، اعتقد في فصل الصيف من الافضل لو في سخانات مياه كهربائيه ان احنا نفصلها، وما نشغلهاش غير وقت الاستخدام حد عايز يستخدم هذه السخانات. واحيانا يمكن الميه احيانا بتيجي من الخارج اسخن من السخان نفسه في الجو الحر الشديد جدا. صح. فيفضل فصل السخان ولا يتم توصيله غير وقت الاحتياج. بالنسبه للاضاءه طبعا استخدام اللمبات الليد، انما ايضا الاهم من استخدام لمبات الليد ان انا ما اتركش اضاءه مش محتاجها اغادر الاوضه، اقفل النور، اقلل النور او استخدم النور بالقدر اللي انا محتاجه. يمكن احنا في الاجازه انما اثناء المذاكره استعمل اباجوره بدل ما احط لمبه في سقف الغرفه 200 واط، استعمل اباجوره 40 واط تديني اضاءه، او يعني 40 شمعه تديني اضاءه كافيه بالنسبه لي. طبعا 40 واط ده بالكلام القديم، انما بالليد طبعا بتكلم اللي هي 7 او 9 واط. مفهوم. بالنسبه طبعا للتكييفات، ان انا اشغل التكييف على ما بين 23 و25 لان هي دي درجه حراره الارتياح بالنسبه للانسان، ان ما سيبش باب مفتوح او شباك مفتوح او الشباك يكون فيه تسريب هواء، لان ده بيقلل من الاثر بتاع التكييف فبيشغل التكييف لمدد اطول. ان انا انظف الفلتر بتاع التكييف في بدايه فصل الصيف لان بيتراكم عليه اتربه من الداخل، فبالتالي بيخلي التكييف يشتغل اكثر ومش حاسس بتبريد، تاثير التبريد، لان مفيش تدفق طالع من الهواء نتيجه لان الفلتر بتاعه مسدود. فدي كلها اجراءات صيانه العاديه. حضرتك يا دكتور وانت بتتكلم يعني برضو لاحظت انه احنا مش بس بنرشد بالكهرباء، هو احنا بنرشد كمان لنفسنا، يعني فكره ان احنا بنحافظ على حاجاتنا اكتر ماديا، الحاجه طبعا مش هتبوظ اسرع بسبب الطريقه اللي احنا بنستخدم بيها الحاجه، مش هندفع كهرباء اساسا في بيوتنا اكتر من الطبيعي او اكتر من اللي احنا محتاجينه، وكل ده كمان بيؤدي في الاخر لترشيد في الكهرباء عامه. بالظبط. وانا برضو بقول وان كان يعني الوقت اتاخر عن ده، نتوقع فواتيرنا في شهر يوليو هتكون مرتفعه طبعا جدا،
لان احنا اتنقلنا كلنا لشرايح اعلى لان استخدمنا بكثافه جدا. صحيح الحر ومقدر وكله، انما نتوقع هذا، وبالتالي اي ترشيد او اجراء احنا بنعمله احنا اصحاب المصلحه زي ما حضرتك اللي قلتي الاساسيين. احنا مش بنرشد للاخرين، احنا بنرشد لروحنا. صحيح ترشيدنا بيفيدنا ويفيد الاخرين، لان انا لو رشدت في بيتي هأتيح كهرباء ما تتصلش، فربما شخص اكثر احتياجا لهذه الكهرباء يجدها متاحه بالنسبه له. يعني يا جماعة مش لازم فكرة اللي هو إيه ماما افتحي لي التكييف ساعتين قبل ما أوصل عشان يسقع الأوضة. يعني بلاش الحاجات اللي هي الزيادة قوي دي. طيب بالنسبة للطاقة الشمسية يا فندم، هل ممكن تفرق معانا كتير؟ طبعا تفرق معانا كتير جدا. يعني في حاجتين مهمين جدا. الطاقة الشمسية تتميز طبعا إن إحنا بناخد طاقة من الشمس، بس ده لا يعني إن إحنا نهدرها. يعني مش معنى إن أنا مركب طاقة شمسية وإن أنا دفعت خلاص ثمن النظام الشمسي بتاعي إن أنا أسيء بقى استخدامها وأسيب التكييف برضه شغال، لا لازم أرشد. طب هو في ناس يا دكتور ما بتفهمش، بتقول طب ما هي دي حاجة جاية من الشمس، إزاي أنا ممكن أكون بسيء استخدامها؟ لا ما أنا برضه جاية من الشمس هذه الطاقة، في نظام اسمه القراءة الصافية، بمعنى أصح إن أنا لو استهلكت الكهرباء اللي جايه من الشمس دي في بيتنا كان بها، استهلكتهاش وفي فائض وطلع للشبكه هاخد بيها فلوس او بتتشلي في حسابي، بحيث الاشهر اللي الشمس فيها ضعيفه هم بيعوضوني او بيخصموا من فاتورتي بقيمه اللي انا اديته لهم في الاشهر اللي الشمس اللي فيها عاليه، فانا المستفيد طبعا. فانا ما استنفذش كل الطاقه الشمسيه اللي جايه لي في الاشهر اللي فيها الشمس ساطعة وبتديني شمس، أديها للشبكة وبعدين في الأشهر اللي الشمس فيها ضعيفة واستهلاكي عالي الشبكة هترجع لي تاني وتخصم لي من استهلاك، فأنا استفدت منه فلا أسيء استخدام. إنما طبعا المحدد للطاقة الشمسية هو قد إيه المساحة المتاحة عندي أعلى سطح المبنى أو بجوار المبنى على حسب يعني الظروف، و هل هذه المساحه فيها عليها بيجي عليها ظل من مباني مجاوره ولا ما بيجيش عليها ظل من مباني مجاوره؟ فاذا كان هذه المساحه كل كيلو وات بعوزه بعوز حوالي 10 متر مربع. فلو عايز اركب 5 كيلو وات اعلى المبنى بتاعي لابد ان يكون السطوح بتاعي على الاقل في مساحه متاحه 50 متر مربع، وفي نفس الوقت ان ما يكونش بيجي ظل عليه من مباني مجاوره تؤثر عليه. عشان كده هي بتبقى أكثر ملائمة في المدن والمناطق الجديدة باعتبار أن المباني كلها ارتفاعات متقاربة، مفيش مباني بتضلل على مباني أخرى، وبالتالي بتبقى أكثر سهولة يعني. طب يا دكتور يعني هي تركيبها سهل في المنازل؟ لا تركيبها سهل، وفي هناك نظام موجود شركات مؤهلة، باعتبار ان انا راجل في القطاع المنزلي ما عنديش فكره على التفاصيل الفنيه ولا اعرف اعمل مناقصه ولا افاضل ما بين عروض، ف في قواعد اتحطت لتاهيل الشركات وقائمه بالشركات المؤهله ديت موجوده على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وعلى موقع هيئه الطاقه الجديده والمتجدده، بخش بشوف هذه الشركات. انا متاكد ان كل هذه الشركات اللي موجوده في القائمه عندها المعرفه الفنيه والقدره اللي تضمن لي ان تقدم لي خدمه جيده، زائد ان هذه الجهات تراقب هذه الشركات بحيث لو جت شكوى من هذه الشركات انه ركب بطريقه مش سليمه، انه بعد ما ركب وحصلت اعطال ما سالش فيا وما قدمش خدمه ما بعد البيع وما الى ذلك، لما بتيجي شكاوى معينه بيتحط له بوينت سيستم وممكن ان يرفع من القائمه او يخفض تصنيفه في القائمه وفق ده. فده يديني اطمئنان انا كمنزل ان انا اي شركه هختارها من هذه القائمه انا متاكد انها بتحقق المعايير المناسبه. طيب دكتور هي تكلفتها ايه؟ تكلفتها هل هي مرتفعه ولا عاديه؟ هل اي بيت يقدر ان هو يعمل طاقه شمسيه في بيته؟ انا ما اعرفش، هقول لك التكلفه حسب الله. احنا بنتكلم ان الكيلو وات الواحد بيتكلف ما بين حاليا نتيجه لارتفاع سعر العمله ما بين 25000 و 30000 جنيه. فاحنا بنتكلم ما بين 25000 و 30000.
الشقة العادية الكيلو وات الواحد بيطلع في القاهرة في السنة كلها 1600 كيلو وات ساعة. فأنا لو ما بشوف استهلاكي، طبعا أنا بركب بالقدر إن أشيل الشرايح اللي هي العالية، يوم أسعر الكهرباء أبقى الشرايح الواطية وما أدفع أقل. فلو تكلمنا إن حد عايز يركب في حدود 3 كيلو أو 2 كيلو، يبقى بنتكلم ما بين 50,000 إلى 75,000. اوكي دكتور، بشكر حضرتك جدا على المداخله. دكتور حافظ سلماوي استاذ هندسه الطاقه، بشكر حضرتك جدا. وبكده تكون خلصت فقره سكوب. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض نشوف فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، استنونا. وجمعنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنشوف من خلاله ازاي كل واحد من المشاهير بيتعامل بالارقام مع السوشيال ميديا وبيستخدمها ازاي. هنبدا بالانستجرام لانها متفاعله عليه بشكل كبير جدا. بيتابع نانسي عجرم 38 مليون و400 الف متابع، اما هي فبتتابع 92 اكاونت. نشرت نانسي حوالي 3923 صوره وفيديو على الانستجرام، الصور والفيديوز كلها عن اغانيها وكواليس تحضيراتها للحفلات. ولقينا كمان انها نشرت اكتر من 30 فيديو لبروفات حفلاتها. نانسي عجرم من النجوم اللي بتحب تشارك جمهورها كل اخبارها ومعروفه بحبها لعائلتها. نشرت اكتر من 50 صوره بتجمعها مع زوجها وبناتها. اما عن اطلالات نانسي عجرم فدايما بتكون مميزه وانيقه، فنشرت اكتر من 200 صوره ليها في حفلات بلوكس كتير مختلفه. نانسي عجرم بتحب جدا الفوتو سيشن، ومن فتره للتانيه بتنشر كواليس الفوتو سيشن بتاعتها. من الانستجرام هنروح لتيك توك. بيتابع نانسي عجرم 3 مليون وقدرت تحقق 11 مليون و600 الف لايك على تيك توك. اما الفيسبوك فبيتابع نانسي عجرم 31 مليون متابع، واخر بوست نشرته على الفيسبوك صورها من حفله العالمين. وبكده نكون خلصنا السوشيال لاب. اليوجا من الموضوعات اللي نقدر نقول عنها انها متصدره الترند طول الوقت، دايما هتلاقي الناس بتتكلم عنها وبتسال عن كتير من حاجات المتعلقه بيها. اليومين دول مع ارتفاع درجات الحراره والصيف والحر والضغوط اليوميه الطبيعيه، بقى في كلام كتير قوي عن استخدام تمارين اليوجا عشان نقاوم كل الضغوط اللي بنعدي بيها خلال يومنا. ولانه معظم الناس مش قادرين لسه ان هم يستوعبوا ان اليوجا هي رياضه ورياضه مهمه جدا كمان، قررنا اننا نفهم اكتر النهارده عن اليوجا. وضيفتنا النهارده كمان قدرت انها تساعد الناس في ان هم يمارسوا اليوجا اونلاين عشان يقدر كتير مننا انه يستفيد منها. منورنا النهارده كارما التوخي مدربه اليوجا. ازيك يا كارما؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله، انا مبسوطه ان انت معايا. واول حاجه انت قلتيها قبل الحلقه على طول، مدربه يوجا معتمده. يعني ايه مدربه اليوجا المعتمده؟ انا مدربه يوجا معتمده من يوجا الاينس، دي بتكون بعدد ساعات، فانا درست 250 ساعه. فدي شهاده معتمده في اليوجا. اوكي طيب، في ناس كتير قوي ما بتفهمش يعني ايه يوجا او ما يعرفوش عنها كفايه، وانا واحده منهم بصراحه. يعني دايما بالنسبه لنا كنا نتفرج زمان اليوجا اللي هو الانسان اللي بيقعد مربع كده، والمفروض ان ده بيعمل له هدوء وسلام. انا لم بعدين بعد شويه اكتشفت من ناس صحابي كتير جدا ان هم بيروحوا يعملوا يوجا ويقولوا لي ده تمارين ونفس وعضلات. يس وليونه. دي حقيقه فعلا. يعني ايه يوجا؟ يوجا هي جايه من كلمه يوج باللغه الهنديه القديمه، بمعنى وحده، اتحاد الروح والقلب والعقل مع بعض. سوري، اتحاد الروح body mind and soul، الجسم والعقل والروح مع بعض. احنا طول الوقت بنكون عايشين بنجري وبنشتغل، ناسيين نفسنا، بنبقى جسمنا ده عباره عن بيت، بس هو العقل والروح في كل واحد في حته. فاليوجا بتجمعهم مع بعض علشان اوصل لنفسي الحقيقيه او السلام الداخلي. اوكي، اليوجا بتساعدني ان انا اعمل ده. ده الروح كلها مع بعضها. أوكي. هي كلهم مرتبطين ببعض. يعني انا مثلا بدخل جوه نفسي وابدا اكتشف نفسي من جوه عن طريق النفس، ان انا باخد نفسي كويس، يعني كان نفسي ده بالظبط عربيه بدخل بيها جوه نفسي عشان اشوف نفسي الحقيقيه انا مين.
طول الوقت يعني الضغوط والحياة والشغل وبنكبر والمجتمع بيحط علينا حاجات مش بتاعتنا. لكن لو دورتي جوه نفسك الحقيقية ممكن تلاقي ان انت شخص تاني خالص، شخص حنين، شخص طيب. لكن مع المجتمع ممكن تبقى انت باينه من بره ان انت مثلا شخص عنيف، شخص خواف. انت مش كده، هو المجتمع اللي خلاكي كده. لكن اليوجا هتساعدك ان انت تدخلي جوه نفسك الحقيقيه، تعرفي انت مين فعلا. اوكي، وهل هي فعلا كمان بتساعد ان هي يبقى عندك لياقه؟ بالظبط. البوزس او الحركات اللي انت بتشوفيها في اليوجا، او في ناس كتيره فاهمه ان هي دي اصلا اليوجا، اللي عايزه اقول لحضرتك ان البوزز دي فرع واحد من 8 فروع اساسيه في اليوجا. اوكي، يعني مثلا اليوجا فيها بتتكلم عن الاخلاقيات. يعني انا لما باجي اقول بقول اليوجا اخلاقيات قبل ما تكون حركات، ومعظم الرياضات كده. بس دي اساسيات فيها. يعني مثلا ان انا ابقى شخص مش بيسرق، مش بيكذب، شخص مش ملوش في العنف، شخص طيب، شخص بيساعد غيره، شخص محب للخير دايما. لكن لو انا شخص ما عنديش الاساسيات دي انا مش عارف اعمل اليوجا صح. اوكي، فهمتك. بس يعني زي ما تقولي كده هي بتساعد ان احنا تخلي عندنا لياقه، بالظبط بالظبط، وراحه نفسيه. بالظبط. وفي حاجه قلتيها مهمه جدا، ان انت بتقولي بتعلمك تتنفسي. احنا فعلا ناس كتير جدا بتفتكر ان هي عشان بيشم هو كده بيتنفس، بيسحب اكسجين او اكسجين، فده معناه ان هو بيتنفس. لا خالص، احنا ساعات بننسى نتنفس. انت ورينا ازاي نتنفس. طيب هو كان في تمرين نفس ممكن لما يجي الحر والنور يقطع ممكن بنعمله، لانه بيخلينا نحس بان احنا كولينج شويه كده، جسمنا بيحس ببروده شويه. بالظبط. اوكي، احنا كلنا محتاجينه دلوقتي. يس، كل الناس تقريبا. اوكي، هو المفروض ان انا بخلي لساني يبقى فوق عند سقف بقي قبل سناني. بالظبط. بس قبل سناني، بس قبل السنه. وبقفل عليه، بقفل سناني على بعض بنفس الشكل كده، وباخد شهيق من طريق سناني. وبعد ما اخد الشهيق انا هشرحه الاول وبعدين اوريك ازاي. اوكي، هنعمله سوا دلوقتي. بعد ما باخد الشهيق من طريق سناني بقفل بقي واطلع الزفير من المناخير. اوكي، بس فبنفس الشكل كده. ده غير اللي هو قبل ما توريه لي، ده غير اللي هو التنفس اللي هو كان بيقول لك اسحب النفس لجوه واكتمه وبعدين طلعه بالراحه من بقك. بالظبط. انت احنا هنطلعه من مناخيرنا. ما هو ده تمرين علشان بيعمل بروده، وكمان بيساعد على التركيز، وبيساعدك لو انت متوتره او في قلق جواكي، ده بيساعدك ان انت تبقي احسن. يلا. بس هقفل سناني، هطلع لساني فوق قبل سناني بالظبط كده. لا انا بردت. طلع، خدي النفس من سنانك، يعني الهواء هيدخل لك من ما بين فتحات الاسنان. اعمليه دلوقتي، جربي. صح، هو فعلا تحسي ان في الحته دي فيها في بروده. بالظبط كده، الهواء ده اللي هتنفسه. فانت لما بتعمليه بقى المفروض ان انت بتكوني قاعده في وضعيه مريحه، اللي هو قاعده مربعه رجلك مثلا، بتغمضي عينك، بتهدي، تبدأي تعمليه. فده فعلا بيحسسك بالتركيز ويقلل التوتر، يحسسك ان الجو ساقعه. اوكي، حسيت بهواء. هواء. فالتمرين ده فعلا يعني حلو جدا لما يكون الجو حار. المفروض تعمله قد ايه؟ يعني مثلا انا لو قررت ان انا اقعد اعمل التمرين ده، انا هبتدي احس ان هو بيعمل حاجه معينه. اعمليه 10 مرات. 10 مرات ورا بعض. 10 مرات وانت قاعده في هدوء كده هتلاقي نفسك مكمله يعني. قولي لي انت بقى يا كارما، انت ايه اللي خلاكي تدخلي في موضوع اليوجا وانت شكلك صغير جدا؟ فمش متخيله مدربه ومعتمده ومش عارفه كام ساعه، حاجات كتيره قوي كده. فايه اللي خلاكي اصلا تتجهي لموضوع اليوجا؟ انا كنت بروح جيم وكان في مدربه يوجا هناك وكنت بحضر معاها، فكنت بحب الاحساس بعد الكلاس قوي. فضلت فتره كبيره، يعني انا عملت اشتراك سنه كامله في الجيم عشان بس احضر يوجا كلاسز. بس بعديها هي غالبا سافرت او اتجوزت، فجابوا واحده تانية مش حاسه بنفس الاحساس. بعديها فضلت في البيت فتره،
بقيت بشوف فيديوز، بقرا عن اليوجا، بذاكرها كاني بالظبط باخد كورس او بذاكر حاجه مع يعني هاخد فيها شهاده، وانا ما كنتش لسه اصلا اعرف ان في كورسز يوجا ممكن تاهلني ان انا ابقى يوجا تيتشر، مدرسه يوجا. بالظبط. فكنت بشتغل على نفسي وبدات كل يوم كل يوم بعمل يوجا في البيت وخلاص بقى. بعديها رحت اخذت كورس 50 ساعة. قبل ما اخد الكورس ال50 ساعة، انا كنت الجيم اللي انا كنت بروحه كنت بستأذن صاحبة الجيم واخد المات بتاعتي واروح في روم كده بيعملوا فيها يوجا، بستأذنها بقول لها ممكن اطلع استخدم الاوضه اعمل اليوجا لوحدي مع نفسي. فكنت بقى بقفل النور، بعمل اضاءة معينة، بشغل مزيكا معينة وبسمعها وانا بعمل يوجا. فهي جت من بره شافتني تقريبا وفضلت واقفه طول الوقت اللي انا بعمل فيه يوجا بتتفرج عليا وبس. فبعديها لقيتها بتقول لي انت هايله وانت بتعملي يوجا. قلت لها بجد ثانك يو يعني. راحت بتقول لي ايه رايك تعملي كلاسز يوجا في الجيم؟ قلت لها اكيد لا، انا مش معايا شهاده وانا مش دارسه. انا يعني ممكن ابقى فاهمه بس ما اقدرش ان انا اتحكم في ناس واخليهم قدامي بعمل لهم يوجا كلاس يعني. قالت لي جربي. فقلت لها لا. فبعديها جت كلمتني بعدها بفتره قالت لي بصي انا حطيتك قدام الامر الواقع وانا عملت اعلان ان انت هتيجي تعملي يوجا كلاس بكره. فبصراحه انا خفت كده، قعدت اصلي استخاره وادعي اللي هو انا قدامي ارواح وقدامي اجسام ناس يعني انا مش عارفه هعمل ايه. بصراحه رحت عملت الكلاس والناس كلها بعد الكلاس كانوا مبسوطين قوي، ولقيت ان هم كتبوا بعد الكلاس كل واحد كتب كومنت كده اللي هم مبسوطين قوي. وبعد الكلاس في حضن كده، الناس جايه تحضني ومبسوطه. ده بجد يعني خلاني مبسوطه قوي وفرحانه بحاجه زي كده يعني ان انا قدرت اساعد الناس دي. طبعا. فبعدها بقى قلت مش هينفع ان انا افضل اكمل مع في حاجه وانا مش دارساها، اخد عدد الساعات بتاعتي عشان اكون معتمد وانا مش دارساها. بدات في 50 ساعة وبعد كده اخذت كورس 200 ساعة وابتديت الرحله. برافو عليكي يا كارما بجد. ميرسي بجد. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يلاقي ناس بتعمل حاجات هما بيحبوها وفي الاخر تتحول لمهنه بتاعتهم بتساعد بيها نفسها وغيرها. يعني انا حاسه ان اليوجا هي اللي نادتني مش انا اللي رحت لها. يعني انا كان مستحيل افكر ان انا ادرسها وادرس لناس. طيب كارما اشرحي لنا بقى شويه حاجات. اليوجا انا المفروض بعملها مثلا ايه، مره في الاسبوع ولا دي حاجه بعملها كل يوم؟ وقتها قد ايه ايه اللي بيحصل؟ يعني انت ممكن حد بيجانر لسه مبتدئ هيجي يعمل يوجا، انت ممكن تبدايها ب 10 دقائق مثلا. كام؟ 10 دقائق. مش مهم، بس اللي هو ايه كانه روتين يومي. كل يوم هتفضلي تعملي شويه شويه، هتلاقي نفسك بتتعمقي فيها اكتر، هتلاقي نفسك بتدخلي فيها اكتر. يعني هي تبقى 10 دقائق في اليوم؟ يعني لا، هي مش 10 دقائق يعني الكلاس مدته كبدايات. كبدايه يعني كبدايه انت في البيت. لو انت مش بتروحي مكان تتمرني فيه، انت ممكن تبداي مع نفسك في البيت. اوكي. اللي هو بس حتى لو هتقعدي تعملي تمرين نفس، تسترخي، ترجعي لنفسك، تحس ان انت بداتي ان انت تعرفي نفسك شويه شويه. طب وانا اقدر ازاي اعرف على التمارين دي لو انا بعملها في البيت؟ يعني انا المفروض عندي بيج على انستغرام بيشوفوا ريلز والحاجات اللي انا بنزلها، في اليوتيوب ممكن بيتفرجوا على فيديوز كامله، في كلاسز بتبقى موجوده ساعه كامله بيتفرجوا عليها بيعملوا زيها. في انواع معينه اليوجا ندور عليها؟ هي اليوجا من آلاف السنين ده كان أول نوع في اليوجا اسمه هاتا يوجا. ها اللي هو سان تا مون، ده باللغة الهندية القديمة معناها. النوع ده كان يعني بيشتغل على البالانس اللي هو ما بين الجزء الأنثوي والذكوري. ده أقدم أنواع اليوجا وده تقريبا أشهرهم. بعد كده بدأوا يعملوا أنواع تانية زي الأشتانجا، ده بيشتغل لو حد عايز يبني عضلات، زي الديان يانج اللي هو لو حد عايز يشتغل على الجزء الأنثوي أكتر. بس لكن النوع اللي هو السائد قوي اللي هو الهاتا يوجا. أوكي. طيب هل فعلا في انواع يوجا بيقولوا مثلا لو واحد عنده صداع بيعمل حاجات معينه؟ بالظبط، في بوزز معينه بتتعمل. طب انت حاجه ما ينفع توريها لي؟ انا على طول عندي صداع. اوكي. هو انا ممكن اشرحهولك. اوكي. بتقفي وتفتحي رجليك شويه تكون وايد، وبعدين ممكن بتحطي ايدك في وسطك وتنزلي يعني بالجسم لتحت. لتحت. أوكي. بس مش بظهرك عشان ما يقوصش. اوكي. بس وبتنزلي وتحطي ايدك على الارض واثبتي مثلا خدي خدي مثلا كبدايه خدي 5 انفاس تحت وانت تحت. وبالراحه جدا وانت بتطلعي.
أوكي. ده بوز من البوزس اللي بيقللوا الصداع جدا يعني. طيب ولو في حد عنده مشكله في الظهر؟ لو حد عنده مشكله في الظهر في بوزس كنت منزله ريل برضو على الانستغرام نقدر نبص عليها من على السوشيال ميديا. اه بالظبط كده يعني مثلا ابسطها ممكن اللي هو يعني بترجعي ناس كتيره في معظم الوقت بيبقوا بيشتغلوا على مكتب بيبقوا قاعدين على الموبايل فبتحس ان هم عملوا كده فاليوجا بترجع لك اللي هو ايه ترجعي لطبيعتك بقى اللي هو يبقى ظهرك مستقيم العمود الفقري فممكن في بوز سهله قوي اللي هو بترفعي ايدك لفوق وبتنزليها وتمسكيهم ببعض اهم حاجه تحافظي على استقامه ظهرك اوكي ده من الحاجات السهله قوي اللي ممكن تعمليها في اي مكان وانا قاعده وانتي قاعده على الكرسي يعني انت ممكن تجربي تعمليه دلوقتي اوكي طب وفي تمارين تانية ممكن اقدر اعملها كيوجا وانا قاعده على كرسي كتير زي ايه يعني مثلا ممكن تعملي الايجل بوز اللي هو ده تعملي ايدك كده ويبقى ظهرك مفرود ده هتلاقيه بيشد الاكتاف وظهرك لورا اكتر ممكن اللي هو بتعملي تويست انا ببقى هنا فبحط ايدي لو الكرسي اكبر شويه بلف لورا شويه والناحيه الثانيه من الناحيه الثانيه دي بوزس سهله قوي اي حد يعملها في اي مكان انا كنت منزله ريل في المطار اللي هو وانتوا قاعدين مستنيين الطياره ممكن تعملوا كده ايوه طيب هل فعلا زي ما بيقولوا في تمارين لليوجا بتحسن التركيز طبعا كل يعني مثلا تمرين بالانس ليه علاقه بالتوازن اللي هو انت بتقفي على رجل واحده فانت بيكون كل تركيزك ان انت بتعملي البوز يعني يبقى في توازن في جسمك فانت ده بيحسن التركيز يعني معظم التمارين او البوزز بتاعه اليوجا اللي فيها توازن دي بتساعدك على التركيز لان انت خلاص انت مركزه مع نفسك والبوز الحركه اللي بتعمليها فانت خلاص عملتي فوكس او عملتي تركيز اكتر أوكي. يعني طيب في اوقات معينه يعني مثلا بيقولوا مثلا اليوجا احسن تتعمل قبل ما تفطر الصبح بدري جدا وفي ناس ثانيه تقول لا ده قبل ما تنام عشان تساعدك ان انت تنام احسن ايه احسن وقت المفروض الواحد يعمل فيه اليوجا اليوجا بتتعمل في اي وقت في اليوم بس يكون قبلها على الاقل حاجه واكله بساعتين يعني تكوني واكله بعدها بساعتين ابداي اعملي يوجا زي اي رياضه بالظبط اوكي لكن انا من وجهه نظري بحب اعملها الصبح تبتدي بيها يومك اللي هو بالظبط كانه روتين زي كوبايه القهوه عند اي حد تاني يعني بس تحسن مزاجك بقى وتحط جدا جدا دي حقيقه فعلا مثلا التوقيت اللي هو عارفه من 5-7 الصبح أوكي. وقت الشروق كده بيكون لي احساس مختلف وبتقعدي تعمليها وقت قد ايه يا كارم لا انا ممكن اقعد لساعه اوكي في البيت. يعني انا قصدي ان مثلا ممكن الواحد فعلا يعمل يوجا في البيت بخطوات بسيطه جدا قبل ما يروح الشغل يعني اكيد مش هيقعد ساعه زيك بس ممكن مثلا حتى لو 10 دقايق انت لو قعدتي بس عملتي تمرين نفس ده كفايه قوي لو عملتيه الصبح هيقلل الستريس عندك الضغوطات عامه بتاعه الحياه كمان بقت كتير جدا بالظبط هو انا عامله تمرين نفس انا هاديه ورايحه الشغل فاي حد هيضايقني انا مش هتضايق عد من 1 لـ10 مش عارفه طيب بصي بقى رحنا مره انا وواحده صاحبتي الجيم وانا المفروض كنت بتمرن بقالي فتره اكتر منها وقتها طبعا المهم صاحبتي دي ما كانتش بتمرن وفجاه المدربه طلبت ان احنا نعمل حاجات ولقيت صاحبتي دي كانها بتتمرن مثلا بقالها 12 سنه مرتين في اليوم مثلا فالمدربه قالت لها انت ازاي بتعملي قالت لها اصل انا بروح العب يوجا هي كانت عندها كم مليونة مش طبيعيه كانها واحده بتتمرن بجد بسبب ان هي كانت بتتمرن بالظبط ما هي اليوجا بتساعد ان يبقى في مرونه وقوه كمان ف يعني لو اي حد بيتمرن يوجا بيبقى عنده مرونه بيعرف يفتح حوض بيعرف يبقى جسمه قوي وده كمان يعني الاكتر اللي بيساعد ده ان هو يبقى احسن النفس لان انت بتتنفسي وانت بتعملي الحركه فده بيديكي قوه وباور اكتر يعني طيب طبعا الدنيا حر والناس في المصايف وكده في اي تمارين سهله الواحد يعرف يعملها على البحر هو اي تمرين انت ممكن تعمليه على البحر بس انا بفضل اللي هو مديتيشن اللي هو يعني تدخلي الاول بتقعدي وبتغمضي عينك بتحاولي ان انت بقى تركزي مع صوت البحر تركزي مع صوت العصافير فدوت بيساعدك ان انت تدخلي في ريلاكسيشن وبعديها مديتيشن عشان المديتيشن مراحل انا ما ينفعش اعمل مديتيشن من غير ما ادخل ريلاكسيشن الاول
انا عارفه ان في اكيد ناس كتير من اللي بيتفرجوا عليا يقول يا جماعه احنا ما عندناش وقت اساسا للميديتيشن والريلاكسيشن اللي انتوا بس بجد يعني نفسي بس ان يعني نجرب نعمل ده حتى لو 5 دقائق في اليوم بجد ونشوف فعلا لو هو هيساعدنا ولا لا. دي حقيقه فعلا كارما. صح جدا كارما، انا بجد بشكرك جدا 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 على وجودك معايا النهارده، وانا عن نفسي هجرب وقولي لي رايك. بجد فعلا الواحد بيكون محتاج ان هو يحس براحه نفسيه قبل اي حاجه تانية، قبل العضلات والليونه والكلام ده كله. دي حقيقه الضغوطات بتاعه اليوم بقت كتير طبعا، وزحمه الحياه بقت صعبه، فانا هجربها. أيوة هجربها، ابتدي في 5 دقائق حتى على الاقل، احاول اخليها روتين بجد وازود 5 دقائق كل يوم. هتفرق معاكي كتير صدقيني. ان شاء الله ان شاء الله. ثانك يو كارما، وبشكرك جدا على وجودك معانا. ثانك يو. نامستي نامستي نامستي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. هتوحشونا. باي باي.